لسان بتقول لك يلا بقى نيويورك. لا دي عادة مش نيويورك ولا حاجة. لا سوري يا عم لا منشن لصاحبتها أصلا. منشن لصاحبتها. لا 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 ما فيش حد بيسلم. وهيبقى اول لايف اطلبها من البشر. اوه لا معلش. لا معلش ما هو اللي بيصور. انا يا جماعه اللي كنت بصور اللايف وجه على الدور. دي بشرتها احسن من بشره مامتها بشويه. الحاجه اهو هاي قبل ما نشتغل في الاعاده البصمه باينه. هي خفت بس من النص شويه بس الديل والراس زي ما هي خفت من الحته دي شويه. بس بدانا نعمل عليه الاعاده بقى. أكيد مش حاسة بحاجة. أنا حاسة أنا بتفلسف صحيح. على فكرة في الحتة اللي هي في النص دي ده نفس اللون اللي مامتها عملته صح؟ نفس اللون نفس الدرجه اللي الاثنين اشتغلوا بيها. بس باينه ان مامتها درجه والدنيا درجه ثانيه لان الدرجه مختلفه. يعني شفت الاثنين شغالين درجه بس لو بصيتي على دنيا هتلاقيها باينه انها اغمق من مامتها بشويه. يعني الدرجه ظاهره على دنيا انها اغمق من الدرجه اللي ظاهره على مامتها مع ان هي نفس الدرجه اللي انا شغاله بيها. ده بيرجع برده للبشره عشان دنيا بشرتها اغمق من بشره مامتها بشويه فاللون باين عليها اغمق شويه. هو انت لسه عامله عرض الاعاده مجانا؟ تابعي الصفحه وتوصلك العروض او ابعتي مسج على الصفحه وتوصلك العروض كلها. حاسه ان الدنيا بتجري. لا ما تحسيش هو ده الحقيقي. بتجري صح؟ اثبتي بقى عشان ما ايه انت حره. كمان صاحبتها عشان كان فيها انها تتصور فاخدت صورها. وبعد كده انت داني انا عادي عشان دنيا قولي لنفسك تصورها. قلنا بقى ايه نصور دنيا بالعافيه ونخلي صاحبتها تصورها تتريق عليها. بس الفرق ان هي بتعمله وهي بتضحك. مامتك كانت بتتوجع وهي بتضحك. لا صدقيني انا بتوجع وجع بس اللي هو بضحك برضه تاني. وجع بضحك كده ده الوجع اللذيذ. زي الطب اللذيذ كده. ماشي يا ظريف. مثل القمر يا بنتي. قمر قمر. طب عشان نركز عمالين يثبتوا بعض في اللايف بتاعي. ايوه انا نرش من يلا نرش رش يا استاذ صار ما يهمكش.
طبعا انا اشد المعجبين بحواجب الدنيا يعني. قبل ما تتعمل ولا بعد ما تتعمل؟ لا بعد طبعا. هي كان فيها حواجب اصلا. لا ما نلم نفسنا بقى. لا تربي حق فضيله. لا طبعا مش لازم اكل حق طنط بقى. اه طبعا يا حبيبتي انا هاخد حقي تاني دلوقتي. لا ما انت كله هتطلع بره. يعني حاجة زي كده. طبعا اللون هنا بيبتدي يظهر اكتر وبيتقل. ما شاء الله ربنا وعدني بالمحللين الرياضيين. الف يا رب. تيجي نشتغل يا بنتي. معلش يا دنيا بقى الايلانر اتمسح. معلش بقى خلاص بقى. معلش بقى ايه؟ خلاص بقى ايه يا بنتي؟ مش مشكلة عادي. والله لو هي مش قادره تمسحها دموعي اللي هتمسح الايلانر. دموعي بس ما تقوليش كده يا بنتي مش قادره. دموعي الفرحه. انا عارفه بس ظريفه. بس يا ظريفه عايزه اقول لكم ان دنيا اول ما جات لي اول جلسه كانت حاجتها بايظه جدا بدون ذكر اسماء عشان عارفه انك هتفتحي بقك. ايوه. لا ده انا نفسي اذكر الاسماء والله. نفسي ذكر اسماء. كانت عامله عند حد معروف يعني وحواجبها كانت جايه لي بايظه خالص. بس الحمد لله زي ما انتم شايفين كده مفيش احلى من كده. حقيقي كانت بايظه فعلا. انا لبست بتاعتها وما رضيتش تقول لي حضرتك كده. عايزه تعملي لي مفاجاه صاحبتي قوي. دودي محمد بتقول لك يا ساره اقسم بالله اقسم بربي بعشقك حبيبتي يا دودي. بتقول والله نورتيني النهارده. والله فرحت ان انا شفتك جدا. دي توفان كمان. معاكي حبيبتي. هستناكي بكره. ما جيتيش انت حره. مش هعمل لك الحسنه اللي انت عاوزاها. انت فضحتك. فين بقى؟ فين الحسنه؟ فين بالظبط؟ انا لسه ما عرفتش مكانها الصراحه. عايزه الحسنه فين بالظبط؟ اثبتي مكانك. اما لا تثبتي يا استاذه في ايه؟ انا سبت يا بنتي وانا اتكلم. اما لا تجري بدماغها بجري وراها. طبعا هي متاثره بالاغنيه بس مش اكتر. اه جدا يعني مش قادره اقول. خلاص يا حبيبتي ما اشتهيتش اصلا ده كله. معلش.
هي ازاي مش قادره تصحى هي؟ طب مامتها زمانها جايه عادي 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 حديث قدامها. اه مامتها عارفه كل حاجه، عارفه الاكس يعني، عارفه كل قذورات. عارفه الاكس والكراش وكل حاجه. هي لسه مشكلة قريب يا جماعة، ما خلاص يا يعني. عايزين بقى اي حد جديد كده. عشان هي حلمها كله ان هي تلبس فستان كده عشان تقدر تفكر. ده من الافلام. الحاجب الاولاني والحاجب الثاني، والحاجب الثاني واضح جدا ان ده اتقل والجلد ابتدى يمتص اللون. هنروح نغسل منزلي ارجعنا عايز بجد. ثواني كده ثواني. خلاص انا عايز عليا قوي. شغلوا لها حاجه، شغلوا موسيقى حزينه كوستيك. اول اكس يطول مع فتره طويله شويه. ما خلاص يخرب هو كده، ما بقاش لايف الصراحه الشغل بقى دعايه لحاجات تانية. مش فاتح ازاي كام. طيب بندلل على عايز بالمره. لا 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 احنا بطلنا خلاص. كده طبعا هنمشي عليه كمان مرتين ولا حاجه عشان ننتقل اللون، بس انا هوريكم بعد الاعاده الفرق بين الحجمين اللون. الرسمه طبعا زي ما هي بس احنا ماشيين عليها. توريكم فرق اللون والشعر باين ازاي. دي قبل ما نعيد عليها، دي بعد اول جلسه ب 15 يوم، دي دلوقتي واحنا شغالين ولسه هنعيد عليها مرتين كمان عشان نتقل اللون اكتر من كده.